نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا. ينضم إلينا الآن القاهرة الخبير في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية طارق البرديسي. سيد طارق، أهلا بك معنا. إذن الرئيس ترامب يغرد عن تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات خلال هذه الانتخابات وأن هناك الكثير من الأدلة. هنا نطرح تساؤلات عن أي أدلة يمكن أن يدور الحديث هنا، أهمية هذه الأدلة، وهل يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات؟ فيما يتعلق بهذه الأدلة المدعاة من قبل ترامب وحملته الانتخابية وفريق خبرائه القانونيين، أتصور أن هذه الأدلة لا تستند إلى أدلة ثبوتية قاطعة أو قرائن قوية تصل إلى درجة الأدلة، وإن هي إلا لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات أو خطابات سياسية انتخابية. أما سنصل إلى أقصى ما يمكن تصوره، سنصل بالفعل، هنتصور جدلا هناك فعلا تزوير، هناك فعلا مشاكل قانونية، هناك فعلا أدلة قانونية قاطعة على حدوث مثل هكذا تزوير. فما حجم هذا التزوير؟ تزوير 1000 صوت؟ هل يستطيع ترامب وفريقه القانوني أن يثبت أن هناك ثم تزوير 1000، 2000، 3، 4، 10؟ الفارق كبير، الفارق عشرات الآلاف من الأصوات. حتى وإن وصلت المحكمة إلا أن هناك يعني آلاف الأصوات في ولايات بعينها تم تزوير أصواتها، فسيصبح وسيستمر الفارق كبير ما بين بايدن وترامب. إذن هذه الادعاءات القانونية حتى وإن صحت وحتى وإن تم إثباتها في نهاية المطاف، فإنها لن تؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية والتي تؤكد فوز جو بايدن في هذه المنافسة. طيب سيد طارق، فرضا كانت هناك فعلا أدلة قاطعة يعني كما يصف الرئيس ترامب، لماذا لم يتم تقديمها حتى الآن مع رفع دعاوى من قبل حملة ترامب في عدد من الولايات؟ وهذا ما تنبه له يعني عدد غير قليل من الجمهوريين، وأكدوا على ترامب أنه لابد أن يقر بتلك الهزيمة، لأنه في النهاية النظام الديمقراطي، الديمقراطية عمياء، الديمقراطية قرون استشعارها لا تتعرف ولا تعرف إلا المنتصر، إلا الفائز في الانتخابات. أما المهزوم فإن الديمقراطية لا تستطيع أن تفعل له شيئا حتى وإن حصل المهزوم على أكبر كم من الأصوات، حتى وإن حصل على 73 مليون صوت انتخابي، وهو عدد كبير مهول ضخم لم يحصل عليه حتى باراك أوباما حصل على 62 مليون صوت. وهذه هي مشكلة ترامب الحقيقية، أنه لا يستطيع، لا يتقبل الهزيمة، ولكن هذه هي طبيعة الديمقراطية وطبيعة الممارسات الديمقراطية. حتى أن يعني هذا التلكؤ في تسليم السلطة، اعذرنا المقاطعة، ولكن المثير للاهتمام أيضا كما تابعنا في التقرير قبل قليل هو خروج الآلاف من أنصار ترامب للتظاهر تعبيرا عن تأييدهم لهذه الاتهامات الصادرة من قبل ترامب بتزوير الانتخابات. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا أيضا مصدر قلق، خاصة مع استمرار حالة الاحتقان السياسي؟ وكما تابعنا من ردود الفعل، البعض منهم قال بأنهم جاءوا لضمان ولاية ثانية لترامب. ضمان ولاية ثانية تكون عبر صناديق الاقتراع، ولكن هذه الجماهير الهادرة وعشرات الملايين التي صوتت لدونالد ترامب يعني يعز عليها هذه النتيجة وتلك الخسارة ويعبرون عن مشاعرهم، لكن في النهاية دولة الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات، والحرس الوطني والقوات المسلحة لا تحمي رئيسا بعينه أو نظاما بعينه، وإنما تحمي الممارسة الديمقراطية وتحمي عملية تداول السلطة. في النهاية وفي المحصلة يعني رغم نجاحات دونالد ترامب الاقتصادية المهولة، ورغم أن كل المحللين والتوقعات كانوا يتصورون أنه سيفوز بولاية ثانية نظرا لتلك النجاحات الاقتصادية المهولة وتلك الاستثمارات الرهيبة التي جذبها دونالد ترامب، وأنه أنعش الاقتصاد، وأنه كان عينه يعني ليل نهار على جيب المواطن الأمريكي لضخ مزيد من الدولارات، إلا أنه في النهاية الكورونا التي هزمها وقهرها الرئيس دونالد ترامب قهرته وطرحته أرضا، وكأن لسان حالها يقول الكورونا
نعم إنك تغلبت علي صحيا، ولكن تداعياتي السياسية سوف تتجرع مرارتها وتلحق بك العار نتيجة يعني تلك الممارسات يعني الانتخابية. إذن الآثار الجانبية ماذا لو استمروا في خروج الألاف والألاف تأييدا للرئيس ترامب، هل فعلا تستبعد السيناريو الذي كان يتحدث عنه المراقبون بأن تكون هناك ربما فوضى؟ حتى الآن الأمور سلمية، هل تستبعد سيناريو الفوضى وحتى ربما مشاحنات صغيرة هنا وهناك؟ أستبعد تماما وعلى الإطلاق سيناريوهات الفوضى. الولايات المتحدة ليست دولة من دول العالم الثالث، ليست جمهورية موز. الولايات المتحدة الأمريكية أهم ما فيها تلك المؤسسات العميقة القادرة على حماية التجربة الديمقراطية والممارسة الديمقراطية وتداول السلطة، والأمر لا يعد في النهاية أن يكون تعبير عن وجهات النظر. أما إن كان ثمة خروقات أو خروج عن النظام العام وما ينبغي أن يكون من سلوكيات، فلسوف تتصدى له يعني القوات المنوط بها إنفاذ القانون والتأكيد على تلك التجربة الديمقراطية الأمريكية التي يعني تربو على 240 عاما. وأيضا أن هذه الصورة لا تشوه فقط يعني حزبا بعينه، وإنما تشوه يعني سمعة الولايات المتحدة. وأتصور أن كل الكل وكل حتى أن فريق ترامب بدأ الآن يتحدث وبقوة عن تلك الاستعدادات لانتخابات 2024، حتى أن البارحة دونالد ترامب بعظمة لسانه يعني ذكر أنه في يناير القادم لن يعني من المحتمل ألا يكون موجودا في المكتب البيضوي. إذن كل الدلائل وكل المؤشرات تشير إلى تداول سلمي، وأن السلطة ستنتقل في النهاية بمنتهى السلاسة إلى جو بايدن في 20 يناير القادم. شكرا لك سيد طارق البرديسي الخبير في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية، كنت معنا من القاهرة.